أخبار اليوم نشرة الأخبار. أهلا بكم. السيسي يوجه بالتيسير على المزارعين ويطمئن على توفر السلع قبل رمضان. افتتاح أكبر محطة كهرباء في العالم ببني سويف نهاية 2018. الصحة غرفة أزمات ورفع درجات الاستعداد لاستقبال حالات الإجهاد الحراري. مارتن يول يكشف حقيقة رحيله نهاية الموسم الجاري. وجه الرئيس السيسي باستمرار العمل على تطوير منظومة تداول القمح من خلال النظم الحديثة للصوامع والشون المتطورة وإضافة طاقات تخزينية جديدة على غرار ما تم بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تخزين الحبوب والغلال حتى تكون منظومة التوريد متكاملة في المواسم القادمة ولا يتم الاستلام في شون ترابية. كما وجه الرئيس خلال اجتماعه اليوم مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي بأهمية مواصلة التيسير على المزارعين وتذليل العقبات أمامهم لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر من القمح المحلي. كما اطمأن الرئيس على توفر الكميات المناسبة من السلع الغذائية الأساسية وخاصة اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن وغيرها من السلع ذات الصلة بالاستهلاك الأساسي للأسرة المصرية وخاصة الأرز. صرح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن شركة سيمنز تقوم بإنشاء محطة كهرباء ببني سويف تعد الأكبر في العالم بنظام الدورة المركبة وبإجمالي قدرة كهربائية تبلغ 4800 ميجا وات. وأوضح المصدر أن المحطة ينفذها شركة سيمنز الألمانية والسويدي إلكتريك بقيمة تصل إلى 2 مليار يورو، وذلك في إطار تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ. وجه وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي بانعقاد غرفة الأزمات بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تمر بها مصر حاليا، يأتي ذلك لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين والتنسيق مع المستشفيات والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف والقطاع الوقائي لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها. من جانبه أكد رئيس قطاع الطب العلاجي الدكتور هشام عطا أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة وجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظات المختلفة. أكد الهولندي مارتن يول المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لا يفكر في الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري مهما تلقى من إغراءات مادية وعروض خارجية للعودة للتدريب في أوروبا. وأوضح يول أنه ملتزم بتعاقده مع النادي وأنه يشعر بارتياح في العمل داخل منظومة الأهلي التي تتمتع بقدر كبير من الاحترافية والاحترام المتبادل. وإلى نشرة الأحوال الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار، يكون مائل للحرارة ليلا وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد مما تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية في البحر المتوسط شمالية شرقية وفي البحر الأحمر شمالية غربية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.